ومن إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجر استكمال إنشاء مثلها بباقي المحافظات. هذا ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال افتتاحه فعاليات الدورة العاشرة من قمة تكني العالمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية. بدأنا بست مراكز في ست محافظات، أربعة في الصعيد واثنين في وجه بحري. تفضل السيد الرئيس بافتتاحها في عام 2021، ثم بدأنا في إضافة المزيد والمزيد. إن شاء الله بنهاية هذا العام 2024 لدينا 23 مركز رعاية إبداع، 23 مركز كرياتيفا، يعني اقتربنا جدا من حلم مركز في كل محافظة. عملنا محو أمية حوالي 25,000 مواطن من اسكندرية في مختلف الأعمار، كان عن طريق السايبرز دائما موجودة، وكنا بناخد السايبرز عشان تبقى كل حاجة قريبة من وعملنا مادة علمية مع مايكروسوفت. في الآخر عرفنا نعمل محو أمية كويسة للناس. فعاليات القمة تتضمن أكثر من 80 جلسة نقاشية، إضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة. هدفنا دايما كان ومستمر في أن احنا ندعم الشركات الناشئة ونعمل الشراكات المناسبة أن هي تقدر تخلي الشركات تجذب استثمارات، تتوسع في أسواق، تلاقي ناس تعينهم، ايا كان الشركات اللي الشركات محتاجه عشان تكبر. وبرضو الشركات الكبيره اللي هي بتدور على الابتكارات اللي موجوده في الشركات الناشئه وازاي هم بيحلوا مشاكل موجوده في الاسواق المختلفه والقطاعات المختلفه. كميه ستارت ابس كتيره بقت موجوده، والدعم اللي جايه من اتيدا يعني حاجه بروميسنج جدا، لان الناس ان الشركه فعلا او الحكومه بدات تفكر في الشركات الناشئه ان هم ازاي يكبروا وازاي يتوسعوا وازاي حتى يعملوا فرص عمل كتيره في مصر يعني، ودي حاجه مشرفه جدا بصراحه. هو ايفنت عالمي اصلا وبجد مهم جدا، وبيتيح للشباب ان هم يعملوا فرص، ان هم يحضروا سيشنز فرص ويتعلموا ويتعلموا من الناس الاكبر منهم. وتكني ده العاشر، فهو على مدار السنين كتير يعني كان بيقدم حاجات كتير قوي للشباب يعني وللشركات الناميه. شركه وعندها مشكله في التكنولوجي، جات منافس قدر يخفض من الحصه التسويقيه بتاعتها، فازاي نحط معالجه تكنولوجيه لمعالجه هذه المشاكل. قمة عالمية على أرض مصرية لدعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، أملا في فرص مستقبلية للشركات الناشئة في ظل تطوير الذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية لدعم تلك الشركات.